السلام عليكم جماعة. تقريبا أمس واليوم رحت مراجعات العشر جهات حكومية. أنا بذكر ثلاثة منهم: هيئة الزراعة، توزيع الألعاب، والمعاقين، والإدارة العامة للتحقيقات. قسما بالله يا جماعة، قمة المسخرة، قمة سوء الإدارة، قمة التخلف. طلع لك دفتر هذا كبره ويبحث بالدفتر، هاي التحقيقات، المعاقين تنطر بالدور قدام 50-60 واحد، وبعدين روح مو عندنا، روح داخل، بعدين اللي داخل روح هناك، بعدين اللي هناك يردك حق التخلف. العلاف طلعت لهم فيديوهات، هواش ناس زحمة على بعض، رغم قدامك 100-200، لا وما تخلص بعد، تنطر وهذا، وما كم احتمال ما تخلص. هذه فقط ثلاث جهات. يعني لا تلومون الناس لما تقعد تصارخ بتويتر أو بمواقع التواصل الاجتماعي أو تنتخب المعارضة أو لأن الجهات الحكومية تعبانة جدا، متخلفة بيروقراطية. لازم تعرف لك واحد هذا على أساس إنه يخلصك. الرسالة شنو؟ الرسالة للمسؤولين: يا جماعة انزل من كرسيك وروح شوف الناس، شوف احتياجات الناس، شوف الناس اللي قاعدة متزاحمة، الشرطة موجودين، أمن موجودين عند البوابات. وهذا يا جماعة شيء مو طبيعي. قسما بالله أنت يا الوزير الداخلية، يا وزير المسؤول عن الأجهزة الحكومية، انزل روح شوف. لا تنزل بالبشت وبالبرستيج والهذا، تطلع راح يفتحوا لك وينظفون المكان وهذا، وما في احد، كل شيء ممتاز وكذا كذا. لا، روح متنكر وشوف شنو الوضع اللي قاعد يصير عند الناس. ليش الناس قاعده زعلانه، مبطه كبدها من الجهات الحكوميه.